السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي حبايبي طلاب الصف السادس. اليوم إن شاء الله خلونا نشوف مع بعض درسنا الدرس الثامن الإصلاح بين الناس. طبعا الدرس هو عبارة عن مواقف موقف حصل مع بعض الأشخاص زيد وعبد الله عندما اختلفا مع بعض مع بعضهما البعض، وقام الأب بالإصلاح ما بينهما بين الأصدقاء. خلونا مع بعض نشوف كيف كان هذا الإصلاح. طبعا علم أبو زيد أن ابنه زيد، طبعا زيد تخاصم مع صديقه عبد الله، ثم بعد ذلك عندما علم أبو زيد بهذا الأمر جلس مع الأبناء وسألهم عن سبب الخصام، فقال لهم أن الإسلام دين يسر ودين المودة والرحمة، وأيضا دعاهم إلى الإصلاح في وقال سبحانه في وذكر لهم قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. طبعا أصبح صار يعني هناك أصبح حوار بين زيد والأب وأيضا الأخت مريم، وأخيرا إلى عبد الله الصديق زيد الذي اختلف وتخاصم معه. أريد أن أقرأ عليكم هذا الحوار. يقول زيد وفيه بعض طبعا الحوار يوجد فيه بعض المعلومات عن معنى الإصلاح وكيف نصلح بين الناس ومتى نصلح بين الناس وماذا ما هي الإصلاح بين الناس، ماذا يترتب عليه من أمور بين الناس، وهل تنشر المحبة، هل ينشر البغضاء، وكل ذلك موضح لدينا في هذا الحوار. إذا زيد: وماذا نعني بالإصلاح يا أبي؟ الأب هنا يعرف لنا معنى الإصلاح هو السعي في حل المشكلات والخلافات بين الناس والعمل على تحقيق المحبة والألفة بينهم. إذا إنسان يذهب إذا شاهد اثنان متخاصمان ينشر المحبة، يساعد في حل هذه المشكلة، يسعى ويعمل على تحقيق المحبة بين هؤلاء الناس وتحقيق الألفة بينهم، لا ينشر البغضاء ولا ينشر السوء ما بينهم، ولا يقوم بالنميمة حتى يفرق ما بين الأخ وصديقه، ما بين الأخ وأخيه وغيره من وقد رغب الله سبحانه وتعالى وعده من خير الأعمال. إذن خير الأعمال وهو أفضل درجة عند من الصلاة، هو أفضل درجة من الصلاة والصيام والصدقة. إذن إصلاح بين الناس أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة. وأيضا أوجب الله تعالى، يقول لنا الأب أنه أوجب الله تعالى علينا أن نصلح بين الناس، يجب علينا أن نصلح بين الناس. إذا رأينا إنسان وأخيه متخاصمين يجب علينا أن نسعى من أجل إصلاح بينهم، لأن فضلها أفضل درجة من الصيام والصلاة والصدقة. إذن السعي بين الناس من خير الأعمال، هكذا عدها الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب بها. إذن نشر المحبة بينهم لأن ذلك يذهب البغضاء والكراهية من قلوبهم وينشر التسامح والمحبة بين الناس. إذن هذا هو الحوار الذي حصل ما بينهم ومعنى الإصلاح، وله آداب عدة، وأيضا ما هي صفات المصلح التي يجب أن يتحلى بها عندما يقوم بالسعي في الإصلاح. أولا أن يقول قولا لينا على من أجل التأليف بين المتخاصمين، أيضا يعدل ولا يميل لشخص مقابل الآخر، يقصد مرضاة الله تعالى من هذا الإصلاح، وآخرا أن يحفظ أسرار المتخاصمين. يعني الإنسان إذا سعى وأراد أن يحل مشكلة ما بين متخاصمين اثنين، يجب أن أولا أن يتحلى بماذا؟ أن لا يميل لشخص مقابل الآخر، وأن يقصد بذلك أولا قبل ذلك يقصد مرضاة الله، ثم بعد ذلك لا يميل لإنسان مقابل لشخص على الآخر، وأن يقول قولا لينا يعينه على التأليف ما بين الأصدقاء وبين المتخاصمين، وآخرا يحفظ أسرارهم لا يقوم بنشرها، لأنه بذلك ماذا؟ يسعى إلى نشر المودة والمحبة بين الناس. هذا هو درسنا، يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.